غادي نمشي مباشره للشيوات لاله مولاتي عند المستمع امينه ام شمس ونتعرفوا جميع على الشيوات اللي غادي توجدنا اليوم. صباح الخير ام شمس. صباح الخير اختي سناء. لاباس عليك؟ دراسه صحيحه. تحيه ليك اختي سماء واختي سميحه ولكل الطاقم السائر على نجاح اذاعه مدرسه. مبروك عليكم المرتبه الاولى. مبروك عليكم. مبروك رمضان مبارك سعيد. شكرا لك بزاف. مرحبا مرحبا. واش مبروك. الله يبارك فيك اختي سناء. تفضل ام شمس، شنو الاقتراحات اللي غتوجدي للمستمعات اليوم ان شاء الله؟ اليوم ان شاء الله غنقترح على المستمعات طريقه تحضير جبن رائع اقتصادي ان شاء الله غنحتاجوه لرمضان الكريم ان شاء الله. المقادير ديالو غنحتاجو فيه نص لتر ديال الحليب سائل عادي، ايه، غنحتاجو 75 غرام ديال الفرماج موتزاريلا اما تكون محكوكه، غنحتاجو 75 غرام ديال الفرماج حمر، من الاحسن يكون اما فروماج اللي يكون بنكهه الشيدر او لا اي نكهه تكون قويه. غنحتاجو 5 المعالق كبار ديال النشا، غنحتاجو 100 غرام ديال الزبده نباتيه ماشي زبده التوريق، الزبده ديال الاكل. غنحتاجو نص معلقه صغيره ديال الملح. هادو هما المقادير. بالنسبه للطريقه ديال تحضير هذا الفروماج هذا، كناخذو كاسرونه تكون شويه ثقيله، نعملو فيها الحليب السائل ونضيفو عليه النشا ونحركو مزيان حتى كتذوب ديك النشا باش ما تكورش لينا في الحليب بارد. من بعد كنضيفو عليها هذاك الكميه ديال الزبده اللي هي 100 غرام وكنعملو الكل فوق النار حتى كتذوب لينا الزبده، يعني بلا ما يغلى الخليط، غير تبان لينا الزبده ذابت صافي. كنزيدو عليه نضيفو على الخليط شويه ديال الملحه ونضيفو الانواع ديال الفروماج المحكوكين صافي. كنخلطوا كلشي مزيان حتى كنبقاو نحركوا بالسباتول اولا بالفوي حتى يعني كدوك الفرماج الفرماج كيذوب مزيان صافي. من بعد كيبان لينا الخليط بلا ما يغلي بلا ما والو، يعني كيبان الخليط بدا كيتقلى علينا من الكاسرونه، يعني تيبقاش يلصق. ايه كنزولوه، كنا كنعملوه في بواطه ولا في مول ديال السيليكون ولا ناخذوا اي مول عندنا ونديروا نعملوا ليه البلاستيك الغذائي ونصبوا فيه هذا الفروماج هذا ونعملوه في الثلاجه، يعني نقادوا ليه الوجه ديالو مزيان مع الفعل ديال الزبده ما تيبداش يلصق لينا في اليد كيتجمع. واخا كنقادوا ليه الوجه ديالو وكنعملوه في الثلاجه ليله كامله. في الغد كنلقى الفروماج ديالي راه جمد ولا هو هذاك، ديك الساعات اما كنقسمو طريفات كيف ما بغيت اولا نعملو في المجمد حتى يجمد ونحكو ونعاود نردو المجمد حتى نبغيو في الشيوات، ويعني السيده كتحتفظ به بالطريقه اللي بغات. راه كيبقى رائع اختي سناء وكيدوب فوق من لي بيتزا لي كيش، كنعملو حتى في شويجات البريوات، يعني حتى في الحلو تا هو تيجي فيه رائع. هذا كيولي كتولي كميه ديالو كثيره ديال الفرماج، يعني كيخرج كميه كيعطينا يعني ما كانش 200 غرام ديال الفرماج كيعطينا اكثر من نص كيلو ديال الفرماج. واخا كيجي غزال ان شاء الله. تبارك الله عليك. نتمنى المتتبعات ان شاء الله والمستمعات يجربوا ان شاء الله.